عليكم متابعي قناة دي ان اي التعليمية، اهلا وسهلا بكم من جديد. تلاميذ السنة الاولى ثانوي، اليوم مع موضوع جديد تحضيرا للفروض والاختبارات. انتبهوا جيدا لهذا التمرين. نقوم بتهجين سلالتين من الشمندر، احداهما ذات جذور طويلة وفقيرة من حيث السكر، والاخرى ذات جذور قصيرة وغنية من حيث السكر. فنتحصل على أفراد الجيل الأول كلها ذات جذور قصيرة وفقيرة من حيث السكر. أولا، حدد السيادة بين أليلي كل مورثة، علل إجابتك. ثانيا، اقترح تفسيرا للنتائج المحصل عليها. التزاوج الذاتي للجيل الناتج أعطى جيل ثاني يتوزع أفراده كالتالي: 5636 نبتة ذات جذور قصيرة وفقيرة من حيث السكر، 1879 نبتة ذات جذور قصيرة وغنية من حيث السكر، 1878 نبتة ذات جذور طويلة وفقيرة من حيث السكر، 626 نبتة ذات جذور طويلة وغنية من حيث السكر. ثالثا، احسب نسبة كل نمط ظاهري لأفراد الجيل الثاني. رابعا، معتمدا على جدول الضرب الوراثي، قدم تفسيرا للنتائج المحصل عليها. ثم خامسا، باعتبار أن صفة جذور طويلة وغنية من حيث السكر سلالة مرغوب فيها، بين كيف يمكن المحافظة على هذه السلالة. فقط ملاحظة، في التفسير الصبغي نستعمل الرموز التالية: نرمز لآليل طول الجذور ب جيم كبيرة أو جيم صغيرة، ونرمز لآليل كمية السكر ب سين كبيرة أو سين صغيرة. إذن حاولوا في هذا التمرين. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.